بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 21 رمضان 1444. خلاص يا جماعه دخلنا في 10 اواخر رمضان. يعني كان سؤالنا امبارح: ما هو الفرق بين الزوجه والمراه والصاحبه في القران الكريم؟ ده فزورتنا النهارده رقم 61 من فوازير الحكيم. المراه هي الزوجه اذا كانت هناك علاقه جسديه بينها وبين زوجها، الا انه لا يوجد انسجام وتوافق فكري ومحبه كامله بينهما، تبقى اسمها امراه. الزوجة إذا كان هناك بعض العلاقة الجسدية لكن ما يتلافق معها انسجام فكري وتوافق ومحبة كاملة بين الرجل ومراته، يبقى اسمها زوجة أو زوج. الصاحبة عندما لا يكون هناك لا توافق فكري ولا علاقة جسدية. طب إزاي؟ قال تعالى: امرأة نوح امرأة لوط. ما قالش زوجة نوح ولا زوجة لوط، امرأة لوط امرأة نوح. ليه؟ إلا امرأتك إنها كانت من الغابرين. ليه بقى؟ لأن طبعا في خلاف عقدي بينهم، هم مسلمين أنبياء ودولتهم كفار، فيبقى اسمهم امرأة. وقال تعالى برضو امرأة فرعون، ما قالش زوجة فرعون لأنها مؤمنة وهو كافر. بينما لما ذكر الزوجة قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يبقى هنا كانت توافق فكري وروحي ومحبة بين آدم وبين حواء. يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك، لأن النبي طبعا بينه وبين أمهات المؤمنين أكيد في توافق وأكيد في محبة وأكيد في علاقة جسدية، الثلاثة موجودين. ولكن يدل الله خلق جل وعلا على التوافق الفكري والانسجام بينهما. طيب السؤال بقى: ليه ربنا استخدم لفظ امرأة على لسان سيدنا زكريا؟ بيقول: وكانت امرأتي عاقرا، وبرضه في قصة سيدنا إبراهيم: وامرأته قائمة فضحكت. هل ما كانش في توافق بينهم؟ هما سيدنا إبراهيم كان مؤمن ومراته مؤمنة، سيدنا زكريا مؤمن ومراته مؤمنة، لكن هنا كان في مشكلة إن ما كانش في إنجاب في الحالتين. الاثنين كانت امرأة إبراهيم سيدة سارة كانت ما بتخلفش، وامرأة زكريا كانت امرأته عاقر ويعني ما بتخلفش برضه. فقال لك من المحتمل ان يكون هناك خلل ما في علاقه زكريا مع زوجته بسبب موضوع الانجاب، بدليل ان بعد ما ربنا اذن له بالانجاب قال: واصلحنا له زوجه، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. بعد ما خلفت بقت زوجه. قبل ما تخلف ايام كان في مش مشاكل، ممكن يكون عدم توافق، يعني في حاجه مضايقاهم، حاجه مع يعني معكنينه عليهم او منغصه عليهم عيشتهم، فيبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها امراه. من المواقف الطريفه برضه او الحاجات الملفته برضه ان ربنا لما حب يتكلم عن ابو لهب قال: وامراته حماله الحطب، ليدل على ان ابو لهب ومراته ما هماش حبايب قوي، يعني هي يعني ايه المصالح بتصطلح، لكن الفكره مش ان هما يعني ليس التوافق بين الكفار، وان بدا غير ذلك الا انه ما بيكونش ابدا زي التوافق اللي بين المؤمنين وبعضهم. فربنا قال على ابو لهب ان امراته، ما قالش زوجته. اما بقى الصاحبه فهي ما فيش لا علاقه جسديه ولا توافق فكري او روحي، فده ما بيكونش غير يوم القيامه. عشان كده كل ايات يوم القيامه: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ما قالش لامراته ولا زوجته. برضه ايه؟ ان يكون لها ولد ولم تكن لها صاحبه. ربنا بينفع عن نفسه ان يكون لها ولد لانه ليس له صاحبه. ليس هو بينفي مطلق ان تكون له يعني اي حاجه من النوع ده خالص، لا زوجه ولا امراه ولا صاحبه. هو بينفي اقل درجات العلاقه بين اثنين، لان الله واحد لا ثانيه له. فيبقى ايه؟ لم تكن له صاحبه. تمام؟ ده اللي هو الفرق بين المراه والزوجه والصاحبه. بكره ان شاء الله ميعادنا مع الفزوره 62، وبنقول فيها: كم غزوه سميت باسم بدر؟ هنعرف غزوه بدر. طيب في غزوات ثانيه سميت باسم بدر؟ الاجابه اكيد طبعا. ما انا بسال على ايه؟ انا السؤال بتاعي: كم غزوه سميت باسم بدر وما هي غزوات التي سميت باسم بدر؟ ده ميعادنا بكره ان شاء الله في الفزوره 62. فنلتقي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.